ثيادسي صناعة النفس، Soul Making Theodicy. ملهم بأفكار فيلسوف وراهب القرن الثاني الميلادي إيرينياس، جون هيك طور ثيادسي في عمله المهم الشر وإله الحب، ثيادسي ينشد الخير من صنع الروح، Evil and the God of Love، a theodicy that appeals to the good of soul making، اللي نشر سنة 1966، اللي بتختلف بشكل كبير عن تبريرات القديس أوغسطينيوس. بدل من ان الله خلق الوجود على صورة كاملة والبشر اخطأوا الامر اللي ادى لظهور الشر، ثيادسي صناعة النفس او الايرينيوسية ايرينيان ثيادسي نسبة لايرينياس بتعكس الصورة وتجادل ان الله خلق كائنات خيرة لكنها في حالة غير مكتملة وفي حالة سعي تام للنضج الأخلاق، الأمر اللي بيتطلب تجربة الصعوبات، الشرور، الألم خلال رحلة الحياة، لكنه ليس اختيار البشر للخطيئة، لكن عنصر ضروري في عملية تطور البشر الغير ناضجة، وفي بعض الأحيان ضروري في عملية نضج البشر روحياً ومعنوياً. بصورة أخرى، الشر جزء من خطة الله لصنع النفس البشرية. النية الإلهية للبشر هي الوصول لحالة من الكمال البشري عن طريق عملية صناعة النفس اللي من خلالها البشر هيتخطوا الفطرة الطبيعية للتمركز حول ذاته عن طريق تطوير صفات وسمات أخلاقية حميدة أساسية للتقرب من خالقهم. لكن أي عالم مليء بأفراد في حالة تطور وصناعة نفس دايمة بكل تأكيد مش هيكون جنة أو عالم خالي من الشرور، على العكس هيكون في صعوبات وعوائق لابد من عبورها. مناخ صناعة النفس لابد أنه هيكون مليء بالقرارات الخاطئة، المخاطر والآلام، لكنه هيقدم مساحة جيدة لتطوير الفضيلة في النفس البشرية. لكن شرط أساسي لعملية التطور هو إن البشرية تكون على مسافة معرفية epistemic distance من الله، لأن من وجهة نظر هيك لو كان بداية خلق البشر في حضور مباشر لله كان حيكون من غير الممكن لينا إننا نتحرك بحرية تجاه حب وعبادة الله، وبالتالي من أجل الحفاظ على حرية اختيارنا في علاقتنا بالله العالم كان لابد إنه يجبدو لدرجة ما بدون خالق وفيه بعض الشرور حتى تتكون المسافة أو الفجوة المعرفية اللي هيعبرها البشر في خلال عملية نضجهم. أحد أولى الاعتراضات على تبرير هيك والملاحظة البديهية اللي بنشوفها في الحياة، وهو إن على العكس كتير من الناس ما بينضجوش أو يتطوروا خلال الصعوبات والألام اللي بيقابلوها. في أحيان كتير الصعوبات المخاطر والألام دي بتكون كارثية لدرجة إنها بتنهي حياة الفرد تماما. نظرة سريعة على عناوين الأخبار في أي يوم هتظهر عشرات الحالات المأساوية اللي أنهت حياة مئات الأفراد وفي بعض الحالات الآلاف والملايين. قد يكون رد أنصار الثيادسي هو إن الحياة الدنيا ليست كل شيء والله له خطة أخرى للأفراد اللي انتهت حياتهم في الكوارث بعد الموت، لكن الإشكالية إن الثيادسي دلوقتي أصبحت بتطلب الإيمان فيما بعد الموت afterlife، عالم بيفتقد لوجود أي أدلة تجريبية. اعتراض آخر هو إن يبدو طريقة اللي اختارها الله لتطوير النفس البشرية طريقة وحشية، لافتراض إن كل المعاناة والألم والشر الغير مبرر في العالم هو نية الله في الخلق من البداية كجزء من تجربة النضج بينتقص من كمال قدرته معرفته وخيره، الصورة اللي بيعتقد في عكسها معظم المؤمنين.